بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مرض من الأمراض اللي بتصيب الحمام أو الطيور بصفة عامة. هو بتسببه نوع من أنواع الكائنات الحية بين الفيروس والبكتيريا، حاجة اسمها الميكوبلازما. اللي بيسبب الميكوبلازما في الحمام نوعين من أنواع الميكوبلازما، اسم العلمي ليها ميكوبلازما كولومبورال، والنوع الثاني اسمه ميكوبلازما كولومبينيسال. الميكوبلازما بتنتقل للحمام عن طريق الفم والجهاز التنفسي ممثل في الأنف. يبقى في الفم إذا حصل تلوث للأكل اللي بيأكله الطائر بالميكوبلازما، أو عن طريق الأنف عن طريق استنشاق غبار ملوث بالميكوبلازما. الميكوبلازما بتفرز في زرق الطيور المصابة، بتبقى مصدر للعدوى، وبتستمر مصدر للعدوى من يوم إلى 3 أيام. طبعا معظم الحمام البالغ حامل للميكوبلازما كمصدر للعدوى. فأنا المرض ده بلاحظه يعني بصورة كبيرة في الحمام اللي هو لسه شبابات، يعني من النادر أنا بشوفه في الحمام الكبير، إلا إذا كان ما حصلوش إصابة قبل كده. فممكن ألاحظ مرة واحدة أن القطيع اللي عندي حصل له إصابة زي كده. المرض طبعا الأعراض بتاعته أعراض تنفسية، بتظهر في صورة رشح في من الأنف، بيسد طبعا فتحة الأنف، وبيظهر إفرازات مائية من العين أو إفرازات مخاطية من العين، بتؤدي إلى يعني العين بتتقفل والطائر مش بيقدر يشوف منه. طبعا الإصابة بتظهر الأول في عين واحدة، غالبا العين الشمال للطائر بيحصل فيها الدمعة دي. والمرض ده معروف عند مربي الحمام بمرض برد العين الواحدة، يعني أي حد بيربي حمام بيلاحظ المرض ده. طبعا لو ما تعالجش الطائر بتنتقل الإصابة للعين الثانية. في الحالة دي العينين بيتقفلوا، الطائر مش بيقدر يشوف، فما بيقدرش يأكل ولا يشرب، فبيموت. طبعا بتظهر أعراض تنفسية مع بعد الأعراض دي، يعني ممكن أنا وداخل العنبر عند الطيور بسمع صوت كركرة كده أو خرخرة. طبعا نتيجة تكون مخاط في الجهاز التنفسي العلوي، بيحصل طبعا ضيق تنفس، وبلقى الطائر بيتنفس بصعوبة. طبعا بالنسبة للحمام اللي بيسابق، اللي بيدخل بيسابق زي الحمام الزاجل، طبعا الطائر لو أصيب بالميكوبلازما هو ممكن ما يكونش ظاهر عليه الأعراض، لكن بلاحظ إن الطائر يعني بمجرد أول ما يطير مسافة بسيطة زي كده بلقاه بينهد جامد. وأحيانا يعني لو سبقت بيه مسافة كبيرة بلاقي الطائر ما بيرجعش، أو بياخد وقت طويل جدا عشان يرجع، لأن هو بيبقى كل شوية بيطير شوية وينزل يريح، يطير وينزل يريح، فبياخد وقت طويل جدا عشان يرجع. وأحيانا بيفشل إنه يرجع أصلا يعني للمكان بتاعه. طبعا يعني لو في طائر كان في السبق زي كده ممكن يحصل له نفوق بعد ما ينزل من السبق على طول، أول يعني نتيجة الإنهاك ممكن يموت عندي. فأنا لو شرحت الطائر ده بلاحظ فيه تمزق في الأكياس الهوائية، ولو الطائر ده يعني قاعد عايش يعني ما ماتش، فأنا بلاحظ بعد حدوث التمزق ده ممكن الطائر يعيش ما يموتش، بس هيبدأ حلاقي إن الطائر ده حصل له انتفاخ تحت الجلد، احس اني في يعني زي ورم تحت جلد الطائر كده. طبعا بالنسبه للميكوبلازما هي مش قاتله للحمام، يعني نسبه النفوق بتاعها قليل، والنسبه طبعا للنفوق ده بيبقى اغلبه في الحمام الصغير السن. بس المشكله بتحصل يعني بيبقى المرض مميت اذا دخلت معاه اصابه تانية
او نشط البكتيريا تانية معاه زي بكتيريا القولون، فبيحصل حاجة اسمها CRD او بيعمل التهاب التنفس المزمن، وده اللي ممكن يؤدي الى حدوث نفوق للطيور. ده بالنسبة للاعراض الظاهرية. اما بالنسبة للاعراض التشريحية اللي ممكن نشوفها في الطائر اللي هو مصاب بالمايكوبلازما، طبعا احنا قلنا يعني معظم الاعراض بتظهر نتيجة الاصابة السنوية، او النفوق الاعلى بيكون نتيجة الاصابة السنوية خاصة بكتيريا القولون. فانا لو شرحت الطائر يعني فبلاحظ ان الكيس الهوائي البطني والصدري سميك، يعني بيزيد سمك الكيس الهوائي اللي في البطن والكيس الهوائي الصدري، وبيحصل تليف، يعني بلاقي زي طبقة لونها بيضة كده من التليف الفبريني لونه أبيض لغشاء التمور المحيط بالقلب، وبلاحظ تجبنات وترسبات في كثيفة القوام في الأكياس الهوائية للصدر والبطن. ولو شرحنا القصبة الهوائية بتاعة الطائر طبعا، وخاصة اللي هو ليه صوت مسموع يعني صوت كركرة كده، بلاحظ في كمية مخاط كبيرة في القصبة الهوائية وفي الشعب الهوائية الأولية، دي اللي بتخلي الطائر غالبا بيموت نتيجة نقص الأكسجين، بيحصل له اختناق ويموت. طيب الميكوبلازما دي بعالجها ازاي؟ طبعا في طريقتين للعلاج. الطريقة الأفضل والأسرع في العلاج اللي هي الحقن، فأنا بحقن الطائر تحت جلد الرقبة زي كده زي ما انتوا شايفين بالسبكتينومايسين بمعدل 30 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطائر، يعني لو الطائر وزنه 0.5 كيلو بديله 15 مللي جرام مرتين في اليوم لمدة من 3 إلى 5 أيام. ممكن استخدم مخلوط من الجنتامايسين والتيلوزين في الحقن بنفس الجرعة وبنفس لمدة برضو من 3 إلى 5 أيام، ده برضو بيديني نتيجة كويسة في علاج الميكوبلازما. طيب أنا لو عندي كمية كبيرة والعلاج بالحقن هيكون صعب بالنسبة لي، فأنا ممكن أستخدم مخلوط من التيلوزين والأوكسي تتراسايكلين في مية الشرب بمعدل سنتي تيلوزين وجرام أوكسي في لتر المية لمدة 5 أيام، بيديني نتيجة كويسة في علاج الميكوبلازما. لازم طبعا الميكوبلازما ألاحظها يعني بمجرد ظهورها عشان ما تقلبش معاي بسي ار دي او التهاب تنفسي مزمن، بياخد وقت طويل جدا في العلاج، وغالبية يعني معظم الطيور ممكن ما تستجيبش لعلاج التهاب التنفس المزمن. طبعا للوقاية من المرض ده لازم يعني الطيور اللي هربيها ما تبقاش، يعني يعني لو انا جايب طيور شبابات ما احطهاش مع طيور عمرها كبير، لان ممكن تكون دي حملة للعدوى فتنقل العدوى للطيور الجديدة. تاني حاجة لازم اي طائر جديد اعزله لمدة 15 يوم الاحظ فيها ظهور اي علامات مرضية عليه قبل ما ادخله على القطيع اللي عندي، علشان ما يحصلش عدوى من الطيور اللي هي اللي بجيبها جديد للطيور الموجودة عندي. طبعا لازم اهتم بالنظافة وعملية التطهير للقضاء على الميكروب. ده شكل الطائر بعد مرور 5 أيام من العلاج. هذه العين فتحت ورجعت زي ما هي، والالتهاب اللي حوالين العين خف، والطائر بيجي يطير بيقدر ياكل ويشرب لوحده. بس طبعا الطائر لازم ياخد جرعة العلاج كاملة 5 أيام كاملة، يعني ممكن من بعد اليوم الثالث لاحظ ان الطائر خف، فانا مش هوقف العلاج، لازم اديله كورس العلاج كامل علشان المرض ما يرجعش تاني. وده اللي معظم المربين بيغلط فيه، ان هو اول ما يلاحظ ان الطائر خف يوقف العلاج. لا، انت كورس العلاج لازم الطائر ياخده كامل 5 أيام علشان المرض ما يرجعش للطائر تاني. ده الطائر الثاني برضو، هذه الدمعة راحت من عينه خالص،
دي كانت طريقة علاج مرض الميكوبلازما وطرق الوقاية منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.